إلى أين وصلت في هذه اللحظة المفاوضات والإشارات إلى اتفاق جديد وصفقة للتبادل؟ لا شك أن هناك أكثر من مبادرة مطروحة، وهناك أفكار يجري نقاشها في الأيام الماضية، ولكن كل هذه الأفكار التي تأتي من جهات متعددة ترتطم بعناد حكومة الاحتلال، لا سيما رئيس الوزراء نتنياهو، ويبدو أنه مصر على استمرار القتال لأنه يرى أن مستقبله السياسي قد انتهى تماما بعد 7 أكتوبر، وهو يحاول حماية نفسه من تداعيات نهاية هذا المستقبل السياسي. ويبدو كذلك أن بعض شركائه في الائتلاف الحكومي يريدون ذلك بكل الأحوال. أنا أعتقد أن استمرار هذا العدو في إنكار عدم قدرته على تحقيق أهدافه التي أعلنها ربما يعطل قليلا الوصول إلى نتائج نهائية في هذه المبادرات والتفاوض حولها، لكن في نهاية المطاف لن يجد الإسرائيلي بدا من الاستسلام لحقيقة واقعة أنه غير قادر على هزيمة المقاومة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني.